يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. الاثنين 4 مارس 2024، بداية أسبوع سعيدة موفقة للجميع. باش نحكيو على مباريات البلاي أوف. أخيرا ينطلق البلاي أوف من خلال الدفعة الأولى، غدو مباراة الترجي والملعب التونسي. قراءة في أخبار الزوز فرق وخاصة الملعب التونسي حصيلة تحضيراته لمباراة الغد. نحكيو على ملاعبية بين الشك وبين اليقين الوجود متاعهم في التشكيلة الأساسية بعد تعرضهم للإصابة. إذن باش نحكيو على افتتاح مقابلات البلاي اوف. نحكي زادة بطبيعة الحال على المسابقات الافريقية الاكتواليتي. اهم خبر اللي هو انسحاب نادي الافريقي من كأس الكونفدرالية. المستجدات تقول انه موندرلك باير ثابت في مكان، والفريق سيتربص في سوسة استعدادا لمباراة نادي رياضي الصفاقسي. بطبيعة الحال زادة نحكي على تشامبيونز ليج تأهل الترجي، نحكي على المنافسين المرتقبين للترجي الرياضي التونسي وموعد قرعة ربع النهائي. مرحبا بالجميع في سبورت بلس. هذا وغيره بطبيعة من المسجدات ومن الأخبار اللي باش نتناولوها بعضنا في ساعة من زمان. نسلموا عليكم وين ما كنتوا في السماع، نسلموا على فريق الإعداد ملاك في العمل الصحفي، نسلموا على مخرجنا أمير وإيام في يافن تي في وديجيتال لصديقتنا وميمة القربي. فرحان باشا أنه زاد باش يرافقوني في التحليل وتعليق المسجدات هذيا. مين شرميتي، مساء النور، على سلامي زروخ. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكل، مرحبا بالمشاهدين، و مرحبا بسعد الباك. صافا لاباس؟ الحمد لله. خويا فيديوهاتك ضاربين راهو، اقل فيديو عامله 180 الف مشاهد. والله لنشوف. ما تشوفش متواضع يعني انت ولا؟ لا لا والله لا. مش جوك تشوف الفيسبوك تمر وتمر. لا احنا هنا نقول اللي على لساننا نقولوه داخل الناس اللي تحكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك من شرميتي، رافقنا زادة سعد الباقي بن مسعود. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، مساء الخير، وتحياتنا لكل مشاهدي ومستمعي يفهم. ايه عندك ما تحكي؟ لا تو حويجه جات، ما نعرفش. اكد الاعلامي محمد فاروق على حصول النادي الاهلي على توقيع محمد علي بن رمضان. نتاكدوا منها لمده 4 مواسم، وكتب فاروق من خلال حسابه على فيسبوك معروف هو محمد. اي باه ثبتوا كابتن محمد فاروق محمد علي لمده 4 مواسم. باه نتاكدوا من الموضوع هذايا. في الحالات الكل هو موضوع بن رمضان والاهلي المصري قاعد مطروح على الطاوله نتاع الاعلاميين وفي الاعلام التونسي والمصري منذ انه مش قاعد يلعب الكدا مع فريقه المجري. كنا تحدثنا على المعطى هذايا، ان توكا نبداو نحاولوا نتاكدوا من المعلومه. سي عبد الباقي في انتظار انه زاد نتاكدوا من معلومه، نعملوا شويه تليفونات من وسط. ثم مستجدات في خصوص الانتخابات، ثم مراسله قامت بها قائمه جلال تقي لجامعه التونسيه لكره القدم. بفضلك نعرفوا الفحوى نتاعها باش تخرج لنا المراسله على FM TV. سي عبد الباقي، والله مراسله هذه معناها فيها هي مراسله شبه التظلم نجم نسميها. يطالب فيها قائم جلالة قاية طالب المكتب الجامعي بتطبيق الفصل 41 والتعهد آليا بملف الانتخابات. التعهد الآلي ثم في مواضيع معينة، مواضع معينة من القانون، أنه المكتب الجامعي يجب يجبد ملف تقاضي وينظر فيه هو. فهمت؟ أو كيف يحس أنه ثم حاجة كين فابا يجب ياخو. تبقى قراءة الفصل 41، هل أنه سيتواسيون هذه تسمح المكتب الجامعي باش يعمل سيزين دوفيس، هذه تسمى التعهد الآلي، واللي ما يعمل هيش. فهمتني؟ وشنو ينجم يزيد ولا ينقص انه يصير تعهد الالي؟ التعهد الالي هذا ساعات يصيروا وضعيات نتاع تتعدى على لجنه التاديب ولا حاجه يقول لك التعهد الالي. التعهد الالي حسب الفصل 41 انا ريته قبل ما نجي لهنا كيف شفت المراسله. التعهد الالي لا يتدخل في القرارات التاديبيه. النابعه عن لجان المختصه في اتخاذ قرارات تاديبيه. الورو يقول لك هذا مش قرار تاديبي. واحنا كي نرجعوا لما يتعلق بقرار لجنه الاستئناف، يقول لك القرار لجنه الاستئناف بات وغير قابل للطعن. الورو هوش يقول لك، يقول لك التعهد الالي ماهوش طعن. داكور، التعهد الالي ماهوش طعن. فهمت؟ هي اليه تشتغل بها الجامعه التونسيه كره القدم. ماذا علاش فما الطعون وعلاش فما الاستئناف وعلاش كذا اذا كان ثم هالارتيكل اللي يقول الفيدراسيون تنجم تتعهد اليا؟ موجود الارتيكل موجود، وثم بامال دو سيتياسيون الجامعه تعهدت فيهم اليا، والله ما استحضرش تو تعهدت فيهم اليا ببعض من الملفات وحسمتها هي. هل انه الموضع هذا يسمح لها بالتعهد الالي ام لا؟
هذا جدل قانوني تنسمو عن خيان معنا مختصين في القانون الرياضي. أو ديجا تفعلوا معنا أخونا ملك لملوم تو نسمعوا ونشوفوا آراءهم في المسألة هذه. وأكيد أنه مش تكون آراء مختلفة، ولكن أنا شيء حاجة أخرى نعرف أنه الفيفا بيدها في القانون متاعها عندها حق التعهد الآلي على قرارات تصدر في الاتحادات المنضوية تحت لواءها. تجم الفيفا تجي ملف تونسي تقول لك هاتوا لنا وتقرر فيه أو ملف متاع أي بلاد أخرى منضوية تحت لواءها. معناها آلية التعهد الآلي هي الآلية معروفة. بون سي سي اللجوء ديما للمسالك القانونية راهو بالنسبة لي ظاهرة صحية. أي أي مهما كانت نتائجها وي نو حكمت لك ضدك معاك، المهم ما تزيد الا التوعيه بالقانون وتزيد تفهمنا يدينا من روسنا. يتفاعل معنا تحيه كبيره ليه الاستاذ مالك لملوم. تحياتنا مالك. يقول انه التعهد اللي يتم قبل صدور القرار مش بعده، والمكتب الجامعي صلاحياته توفى يوم 14 مارس هذا 16 باهي. يسلم عليك برشا. سلم عليك برشا انت وامين الشرمتي باهي. اكيد نعطوك الموضوع للمتابعه هذيا المراسه نتاع قائمه جلال تقيه للجامعه التونسيه لكره الجاه وراي خذينا معنا وراي رجل قانون ما شنو مازالش فماش شكون رجل قانون ما دخلش معنا في جامعتي. مرحبا بكم. باهي نخرجوا فاصل ثم باش نبداو في حصتنا. هو ديجا بدينا في حصتنا وباش نحكي بعد شويه على النادي الافريقي. بعد شوية نكملين في سبور بلس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 إلى 8 متاع الليل. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. اذا باش نحكيو على البلاي اوف تحضيرات الملعب التونسي، نحكيو على الترجي ونجم الساحلي، لكن البداية بالنادي الافريقي. لانفو دو جور. الأوصاف السلبية الكل تنطبق من الشرميتي على انسحاب نادي الإفريقي. البعض يعتبره مفاجئ، البعض يعتبره انسحاب منطقي وعادي لسياسة معينة وللخبطة ولارتجالية في اتخاذ القرارات تؤدي إلى هكذا نتائج رياضية. تنزيد نتعمقوا بعد شوية في المعطى هذا، لكن ناخذ نعرف المباراة من الجانب الفني ولا الانسحاب من الجانب الفني والنادي الافريقي من الجانب الفني. سؤالي لي تفاجئك الانسحاب البارح والمردود، خاصة راهو مش نحكي على الانسحاب، المردود معناتها اللي كان كارثي البارح. زروق هو انسحاب ممكن خلينا نقولوا عليه مرير ولا يوجع الجماهير ولا الانتظارات الجماهير النادي الافريقي. كنا تنبأنا انه ملوب الكل على الورق انه النادي الافريقي مرشح، وكنا نتصور انه باش نشوفوه في ادوار متقدمه جدا، لكن ديما ننبهوا زاد انه حقيقه الميدان حقيقه اخرى، وانه الفرق الافريقيه بصفه عامه راهو تحسنوا ولا ما تنجمش تتنبأ بالمردود نتاعها. النادي الافريقي على الورق كان انت شفت فريق افريقي باهي البارح صحيح راه ثم بريسيون اكيد انك وقت تكون مباراه مصيريه انك مطالب باش تفوز، وثم تلعب ضد ادفيرسير اللي داخل في الربح خارج من الخساره، وكيما تخليه شي في بلاصته. وإحنا نقولوا ساعات تلعب زروق تلعب ضد فريق اللي لازمك تعطيه كارو وقت اللي يستحق انك باش تعطيه كارتون تعطيه كارتون، وقت اللي يجيك لوبورتونيتي انك باش سجلت الاول هو الصعيب قام به النادي الافريقي، بتجي الاوبورتونيتي باش تسجل الثاني والثالث وما تحسبش المباراه نتاعك، ما ينجم يكون المال نتاعها انه اتو مومون تنجم تقبل. وشفنا يعني تقعد هي إيه ما مش كان مقابله نتاع البارح، حتى المقابله اللي قبلها صحيح والنادي الافريقي مطالب بثلاثه نقاط في زوج مباريات، عمل نقطه واحده من الخساره الكبيره. دونك انا نتصور انه عدد نقاط الاستفهام على المردود برشا لاعبين. ناس امنت بالامكانيات نتاع اللاعبين، لو كان نسميهم لاعب لاعب ثم امكانيات ثم بوتنسيال في الفريق، لكن مازالت الفورمول ما تلقاتش. انتظار سي المنظر على اساس انه باش يبدل وجه الفريق، لكن زاد نحبوا اليوم نفهموا انه راهو الكره قبل ما تكون كره على ارضيه الميدان ثم ستابيليتي لازم تكون في الاداره، وامور الفنيه راهي تتاثر برشا بالامور هذه. نحب نقعد معك في الجانب الفني من الشرميتي. المساله نتاع الكاليتي نتاع الرصيد البشري نتاع النادي الافريقي ولات طرحت من جديد، وصارت المقارنه والناس الكل جبدوا التحاليل نتاع المحللين الفنيين، كل قالوا الرصيد البشري النادي الافريقي من احسن ما فما، والرصيد البشري هذا يتهز به كاس الكاف.
هل هو فعلا الرصيد البشري لكنه ثم سوء توظيف والا ثم حاجه سببا في وسط الجروب كما قال المنظر الكبير والا تم النفخ في صوره هذا الرصيد البشري؟ لا بصراحه وقت احنا شفنا مردود النادي الافريقي حتى في البطوله التونسيه كان محترم ومحترم جدا في بعض مع الفترات مع السيد. صحيح فوالا باش نرجع لك للسيد. احنا هذيك المشكله انه ماهوش تشكيك في الاطار الفني الجديد لكن ديما وقت اللي يكون ثم عثره شكون كبش الفداء هو الاطار الفني. ديما نتسائل علاش انه وقت اللي تم تعيين مدرب شنو القناعات اللي تم تعيينه وعلاش غيرته وشنو الاوبجيكتيف سبورتيف خاطر راه ما تنجمش بين ليله وضحاها انك تطلب من مدرب تكون عنده العصا السحريه. ممكن نحن ديما نقولوا ثم رجه نفسيه بتصير في الفريق لكن الفرق الكبار راهي تعيش بالاستمراريه هذه حاجه مما لا شك فيه وراهو انه كل مدرب جديد وقت اللي يجي تكون عنده فلسفه جديده واللاعبين يزون بزوان شويه بالوقت باش تأقلموا مع الفلسفه الجديده نتاع المدرب. لكن الفريق الانغولي نتاع البارح يستحق فلسفه ويستحق تأقلم ويستحق معناتها هذه الكل معناتها راهو الفرق الافريقيه اليوم وقت اللي زروخ وقت اللي تعطيها النفس مع مرور الوقت ما سجلتش الثاني واكدت وقتلت المباراه راهو بشويه يدخل في الثقة ويسترجع الكونفيونس نتاعو يولي جازف ويقدم القدام وهذا اللي شفناه وشفنا حتى الفاسون نتاع الهدف يعني خايبة برشا حاجة ماهيش مقبولة في فريق كبير كيما النادي الافريقي والرهان كبير يعني تحكي عن نايفتيه هذه راه مش مقبولة انه في فريق كبير كيما النادي الافريقي في مباراة مهمة جدا انه تصير الخطأ يعني اللاعب كيفاش اخذ الكرة وكيفاش توغى المنطقة هذيك ويلقى في اونجل فيرمي ويسجل بالفاسون هذيك يعني بصراحة غريبة. باهي سي عبد الباقي نحب نسألك سؤال خاطر تحدثنا برشا عن النادي الافريقي في اول الموسم تحدثنا على رصيد البشري هذا وتحدثنا على المدرب السابق سعيد السيبي وتحدثنا على تغيير سعيد السيبي وعلى قدوم المدرب الجديد وتحدثنا علاش تنحى المدرب الجديد فقط بعد مرور 3 أسابيع ميمبا. الفريق مع سعيد السيبي كان وقت الجمهور متغشش وعلاش تنحى هو سعيد السيبي على خاطر وقتها كيفاش الفريق يلعب ميتون بعد يرخ دوزيام ميتون. هل هي لعنة سعيد سيبي عبد الباقي مسعود؟ والله شوف إذا كان مش نقول لعنة سعيد السيبي مش نولي نبرر وأنا كان ريت تذكر في الحصة الأخرى قلت لك غير مسموح للنادي الأفريقي أنه ما يربحش الماتش هذا. أنا رافض كل التبريرات لا تقول لي أفريقيا تقدمت ولا تقول لي راهو ما شهر ما حضروش يا ودي هذه جمعية تبدأ 3 شهور راقد في الدار نعيط لك نادي الماتش يجي تربحها ثماش نقاش. والله كان تحت مع بريميرو دي اغوستو تحت مع بيترو اتليتيكو تحت مع كذا دكور النجم خسر مع بيترو اتليتيكو غادي خسر مش عمل تعادل مقبولة عادي حتى كيكون النجم في افضل حالته وي وتمشي تخسر مع انجرو مورسو كيفك اوكي راو هزيمة هذه التعادل هذا التعادل بتعمل هزيمة لسمعة الافريقي وكرة قدم توسيع هذه أكاديمية متأسسة عام 2015 راك ربحت 3 في اللالي شنو تقول لي على خاطر بدلنا السيبي تبدل الكل تلم 11 من باب جديد وجينا نلعب نربحها فيش ما نقبلهاش. شنو يفسر حسب رأيك المدرب محترم منظر الكبير الملاعبية رصيد بشري محترم جدا شنو لا أنا منحملش مسؤولية المدرب اللعبة في رادس أنا منحملش مسؤولية المدرب وحده ضعيف ياسر الفريق الآخر راه ما تقولوا لنا 11 واحد في التيران راكم قدام فريق ما نجمش يعمل كومبينيزو ماتش كامل راهم مسكنات معناها ناس تتعلم في الكوره هذوما معناها اكاديمي قلنا راهو مش مسموح ليك باش تتعادل مع هذه برك مش مسموح ليك ما ترشحش في بول كي في بول كي هذه شكون هالريفرز وشكون هالدريمز وشكون من كل قدام راك 103 سنين عمرك هذا عمره 5-6 سنين الفريق اللي لعبت له هذا انا بالنسبه انا التو مانيش مصدقها خليني من الاخرى ربحت اخر دقيقه اش عندي فيه انت تربح لي ماتشك يا اربح لي ماتشك وما ترشحش الماتش هذا ما يصيرش تخسروا النادي الافريقي راهو اساءه الملاعبيه هذوما لازم يقعدوا عام يطلبوا الشهريه بون بالك جيكزاجير مي راهو تي هما يهزوها قبل الناس تي بلاش انترنور وبلاش كيني وبلاش طبيب ونربح الماتش هذا سي عبد الباقي ثم مباريات هما المباريات نتاع اللاعبين ما تنجمش حتى مدرب سيرتو في
يعني مباراة ترشح يعني ما تنجمش تطلب من اللاعبين حتى اللي تكلم لونترينور ولا اي كونسيني مش عطيها راهو سورتيران تلقى الموتيفاسيون كبيره برشا والافونتاج اللي كان النادي الافريقي انه في يلعب في رادس قدام الجمهور بتاعو نحن نعرفوا شنو هو كان عيطوا ليش من الجمهور قال لهم هبطوا كملوا الماتش وحتى قبل المباراه الناس الكل كنا نتنبؤوا انه باش يصير باش تربح النادي الافريقي بنتيجه بسكور كبير يعني مش تحسم المباراه يعني أنا في واحد واحد وقلت له كليب هاي مزيد ماركيزوس واحد وقت اللي هي واحد واحد وما زالوا 8 دقائق قلت لا توت ماركينا زوز اخرى اي الشيء يعني راهو مشكل اللي مثلا النادي الافريقي اكسيدونت باركو مش حد نضعف وراه مش حد هذا تقول لي عندي مشكل وعندي ازمه وعندي ذكر اما ثم حد معين ما تحش عليه المشكله وقت الاكسيدون يصير في ماتش كي من هذا اللي هو ماتش ديسيزيف ينجم ينجر عليه برشا حاجات خايبه يعني دخل فريق كامل وهيئه كامله وشفنا احنا التشكيك اللي صار توا الناس الكل ولات تنقد فيه في سيمونزر على اساس انه هو باش يتم تغييره وشفنا كيفاش الفريق انه تقام توا تحول مدينه سوسه انه باش يبعد من البريسيون يعني شوف مباراه بركه تنجم تغير مسار نتاع نادي كامل وهذا اللي ما نحبوش يعني خاصه انه ليماج نتاع الكره التونسيه باش اخذينا رايكم امين شرميتي وعادل بيقي بن مسعود باش ناخذوا معنا راي مسؤول سابق في النادي الافريقي ومحب غيور للنادي الافريقي وعطى رايه زادوا في تدوينه فيسبوكيه كمال بن خليل قبل هذا نسمعوا شنو اللي قال البارح منظر الكبير في الندوه الصحفيه هذا تمل كبير حمل واحد بطبيعة في الوظائف المالية وهنا تحمل أول المسؤولية سي فرصة ريزون راني نفكر بجدية ما دام ما نجحتش الأوبجيكتيف هذا نفكر بجدية باش نسحب مالوريزمون فما حاجات اللي ما كنتش نتصور اللي خاص فيها سي هكاك مي مانتنون لو فيتي لا جاسيوم بتتر النادي الإفريقي يكون أحسن في الوظائف الجاية كل فما برشا حاجات ما نجمش نحكي عليهم كلش نتصور انه باش نلقاها في النادي الافريقي المره الثاني مدرب تو في اسبوع يقول تم حاجات ما نجمش نحكي فيها في وسائل الاعلام الحديث على كويزين انترن وكذا هذا البارح سيد منظر الكبير لوح بالاستقاله قال عندي رغبه في الاستقاله اليوم سيتم تثبيت منظر تم تثبيت منظر الكبير موجود معنا في المباشر كمال بن خليل مساء الخير اهلا وسهلا اهلا وسهلا من مساء النور ليك سي عبد الباقي امين مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بك عندك بليزور كاسكيت نجمو ناخذوك على خاطرها باش تحكي على الوضعيه الحاليه نتاع النادي الافريقي ما نحبش على فوا اون دراماتيز زعما اون ميم طون ثم حاجات لازم يتحكي فيهم ولمحلهم بشكل واضح سيد منظر الكبير وهو حديث جماهير النادي الافريقي وكل وسائل الاعلام شوف اذا نقول لك انا توا كي نسمع فيكم كنت باش نقول لك معناتها زايد التدخل نتاعي خاطر سي عبد الباقي قال نحب نقول معناتها لا تحكي لي على تغيير مدرب ولا تحكي لي على انحباس حراري ولا تحكي لي مش عارف معناتها انا نهبط احتاج من الفيراج البحاجه معايا زي البارح نسمع انا كنت عندي التزام مهني ما تفرجش في الماتش معناتها في الراديو انا مروح نسمع في تعليق نتاع المدرب شاكر مفتاح قال في مسيرتي تدريبية عمري ما ريت حارس بالضعف وبالفضيحة نتاع الحارس هذا نتاع الفريق المنافس وما تنجمش تسجل له دونك يجي نقول لك حاجة اللي صار البارح لا عنده علاقة بمدرب ولا عنده علاقة بأربعة ثلاثة سبعة 18 ولا عنده علاقة بثلاثة اثنين 50 حتى شيء عنده علاقة بملعبية ما تحبش تربح عنده علاقة بملعبية ما نحبش نقول كلام خايب اما اخويا ملعبيه ماهمش عاطين قدر وقيمه لك المريول لابسينه شمعنى ملعبيه ما تحبش تربح سي كمال ثم ملعبي ما يحبش يربح يلعب في النادي الافريقي ويلعب في كاس الكاف في نسخه ضعيفه جدا من كاس الكاف في نسخه نتاع كاس الكاف اللي ما فيهاش كيبيت الشامبيونز ليغ يطيحوا مع جمعيه سبوري ترافاي ثم شكون يحبش كاس الكاف الافريقي البارح ما حبوش يربح على خاطر وقت القرعه تعطيك اضعف فريق في المجموعات كل داكور انا قلت لك نهبط 11 من الفيراج نربح صحيح 11 من الفيراج كما كان يحكي سي عبد الباقي تبدا في دارك شهرين ونعيط لك تربحهم جمعيه ما عندها حد ما احترامي لها جمعيه ما زلت تددش بلغتنا في الكوره وانت عندك قدامك كاليفيكاسيون اذا كان الظروف الكل كانت ملائمه ليك باش تربح وما تربحش معناتها ما تحبش تربح سي سامبل ما تحبش تربح ما تحبش تربح معناتها اكسبري ولا 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 صيغه مبالغه باش ما تتفهمش بالغلط استاذ لا ما تحبش تربح باش نقول لك علاش وقت اللي انت ما تحضرش الماتش نتاعك بالقدا ما تحبش تربح
وقت انت ما تبذلش مجهود في المجهود في التدريب وبلغه الشارع تبدا تكركر في التدريبات ما تحبش تربح، هاكا بجنبك لاعب دولي ويعرف امين كان انا غلط وقفني وقت يا متر وقت انت ما تقدرش قيمه المريول اللي هازه. انا قلت هذا ما تحبش تربح، ما تقدروش قيمه المريول، هاكا ايمن بجنبك ويعرف لاعب كبير ويعرف وقت يكون فورني با نيفور كبير في التدريبات وتحترم قبيليك. ما نعرفش شكون فيكم عاد باقي انت ولا انا، قلت يلزم الفريق تعطيه قدره وقت بشكل اربعه ياكل اربعه. اي شرميتي قال امين شرميتي ولا هذا هو. احنا البارح قاعدين نشوفوا في ملعبيه متايهين في التيرا ما همش موجودين. بيان سور وقت المنظر الكبير يقول لك راني لقيت حاجات عمري ما كنت اتخيل روحي نلقاهم في النادي الافريقي، فهذا يعني انه الحديث الذي يدور منذ مده حول انعدام الانضباط، ولهنا راهو كي نقول انعدام انضباط مش بالضروره امور اخلاقيه. راه وقت تبدا تكركر في التيرا ما ثماش انضباط، وقت ما تعطيش للماتش كارو ما ثماش انضباط، وقت تحسب روحك كريستيانو رونالدو وميسي انتو شابر راهو ما ثماش انضباط. هذا مع الاسف اللي موجود في النادي الافريقي. الملاعبيه هذوما وانا لهنا ثم فئه من الجمهور اللومها معناتها ربحوا لك زوز ماتشوات فلان ولا اللي مانيش عارف شكون، والحال انهم ملاعبيه عاديين جدا يدوا فورني راني فور باش يشرفوك المريول هذاك، مع الاسف ماشي في بالهم اللي هما عاملين مزيه على النادي الافريقي. لا راهو النادي الافريقي هو اللي عامل عليكم مزيه، ولولا النادي الافريقي راكم ما كنتوش موجودين، راكم ملاعبيه عاديين. ثم تفاعل مع امين شرميتي ويمي ناكد على كلامه انه اللاعب ليماج نتاع اللاعب في يوم المباراه هو ليماج نتاعو راهو في التمارين نتاعو، يعني كيما تترينها كما تظهر نهار المباراه. وراه وقت احنا اللاعب التونسي بصفه عامه وقت اللي يكون المنافس نتاعو على الورق على الورق يعني ساهل راه نوليو ندوزي ونولي ثم نونشالونس وما ثماش اللاعب ماهوش ابليكاسيون 100%، وهو وقتها نهار الماتش تصير الصدمه والبدن ما يجاوبش وحتى هذا علاش ممكن ينجم يكون فوالا. امين خويا ولا هنا جمريفا وقت اللي نقول انا ما ثماش انضباط نولي نربط مع الهيئه المديره ما عادش نربط مع المدرب، على خاطر الهيئة المديرة وقت يلزمها تضرب فوق الطاولة يلزمها تضرب. لا لهنا ما عندناش احنا في النادي الافريقي تراعيني ملاعبي عاقبته الهيئة المديرة النادي الافريقي ما فماش الهيئة المديرة وقت اللي كان لازمها تتدخل ونحات لونترينور نحات كافالي قالت لك نحي بعد ثلاثة جمعات خير من اللي نحي في جوان. شوف شوف ايجا نقول لك حاجة، كافالي ما نحبش ندخل في تفاصيل توجع الراس وتقلق. كافالي انا قبل ما يجي يدرب كتبت ستاتيو وقت سمعت فيه قلت له خويا رجع لنا سعيد السايبي وعفى الله وعما سلف. كافالي اجمعت المذاهب الاربع على انه مدرب فاشل. كافالي وقت اللي انت مشيت لفرنسا تفاوض في بول لوغوان كافالي في تونس يستنى فيك باش يصح العقد. داكور دونك تقوليش كافالي كي لقيت روحك انت فاس عيون غياليتي والناس تتفرج في مهزله مدرب ما ينجمش يدرب لك حتى الاداني دونك تقول نحيه، يلزمك تنحيه داكور. وشنو بعد تعمل انت ساعه قبل ما تنحي كافالي قداش قعدت انت باش جبتو كافالي؟ اي خاطر هو سلسله نتاع تراكمات تراكم نتاع اخطاء، معناتها خاطر قعد برشا بيريود باش نادي الفريق من غير مدرب باش من بعد جيب مدرب بعد المدرب اللي جابه بغض النظر عن كافالي ولا غير كافالي هو ديجا انت كي صححت له معناتها مقتنع به. انت كم لاعبي تبذل مجهودك مع الليطار اللي موجود ولا مع المساعدين ولا مع الوقت تبذل مجهودك. شوف في النادي الافريقي انا الخصها في كلمتين ايوه ما ثماش انضباط ما ثماش انضباط، لكن المريول نتاع الكلوب واسم الكلوب اصبح لا يعني شيئا لهاللاعبيه هذوم بالنسبه لهم يماركيو في جورناتا ياخذوا في شهريه ما تخلصهمش يمشي يشكي بيك تو سامبلومون. انا نشوف في جمعيات اخرين قاعدين الدم نتاعهم يحطوه في الفتيران من لاعبيه النادي الافريقي مع الاسف اخر همهم النادي الافريقي. يعني تعتبر انه ثم قله انضباط وانه الهيئه المديره ما دخلتش وقت اللي انه قله الانضباط هذه بربي باش قبل ما نختم المداخله سي كمال من عاش كاريت التويت نتاع لاري العزوني لاعب سابق النادي الافريقي والله جنقول قال كلوب جيري كوم اون اي لحظه اي بتاتر اللي ما يعرفوش في بالهمش قال كلوب جيري كوم اون ايبيسري مالوغوزمون يعني النادي تقع ادارته كاينه حانوت عطريه. هذا لاعب لاري العزوني لاعب سابق نادي الافريقي هنا وين خرج لا اما استناني عاد لاعب سابق للنادي الافريقي واش كان قبل النادي الافريقي شنو واش كان لاعب محترف
اي لاعب محترف جاي من فرنسا ولاعب دولي توت لا ديفيرونس لا معناتها شوفك الملاعب المحترف اللي الذي تشبع بمبادئ الاحتراف الحقيقي شوف ايش قاد انت كان تسال واحد من الملاعبيه هذوما نشكر الهيئه المديره والله لا تخدم بالقداء وحسن تسيير وحسن تنظيم وحسن درشنا على خاطرهم هوات بار كونتر هو لدي لا فيريتي دونك اذا عرف السبب بطل العجب نعاود لك خويا ايوا نخدموا استاذك المعجزه كانت انك تنسحب بالضبط الملاعبيه البارح حقوا المعجزه وانسحبوا بالضبط يعطيك صحة كمال بن خليل المسؤول السابق في النادي الافريقي والمحب الوفي لنادي الافريقي جو بونس يزي من الكلوب الافريقي خلينا نحكي في حاجه اخرى نذكروا مره اخرى انه منذ الكبير يواصل قياده النادي الافريقي الفريق دخل اليوم في تربص في مدينه سوسه تربص هذا تحضيري لمرحله البلاي اوف مباراته بعد غدوه ضد النادي الرياضي الصفاقسي نقعد مع الصفاقسي الافريقيه من كاس الكونفدراليه نحكيو رابطه الابطال شيفر دو جور انا زوز ارقام رقمي خص ليتوال ورقمي خص الترجي الرياضي التونسي خلينا نبداو بالليتوال خاطر مالوريزمون انسحب ليتوال وباش نزيدو نتعمقوا بعد شويه في الترجي 18 رقم تاعنا ما نجمش يكون غير 18 رقم تاع اليوم 18% هي نسبه امتلاك الكره اللي عملها النجم الرياضي الساحلي ضد بيترو اتليتيكو نعطيك تعليق يمين من غير ما نعطيك حتى سؤال هذيك هي ليماج تاع النجم الرياضي الساحلي في الوقت الحالي كانت منتظره باش تكون مباراه صعيبه النجم كان يعني الجمهور كان يستنى انه بيصير رياكسيون في المباراه هذه حتى ليحفظ ماء الوجه لكن ديبلاسمون ما كان سهل ضد فريق اللي محترم ومحترم جدا ما ساومش في الانتصار نتاعو وانتصار مستحق ما شفنا حتى شيء في النجم الرياضي الساحلي ما مشى حتى شيء يقعد انه صفحه تطوى في انتظار انه العوده الى البطوله نصور انه كوميا ما تنجمش تشوف النجم الرياضي الساحلي أسوأ من اللي شفناه حتى في البطولة تنجم يعني بصراحة شيء من ضي سعد الباقي ساعات الواحد ما نحكي في حاجة عمري في حياتي ما كنت نتخيل انه نهار باش تجي في بلاتون نحكي على نسبة امتلاك كرة 18% عمري في حياتي ما كنتش نتصور باش نحكي على النادي الفريقي انسحاب ضد الفريق هذاك وضد في المجموعة هذيك معناتها تلقى صعوبة باش انك تخلق سؤال واش تعمل ديبا معناتها ما مشى حتى شيء تشوف حتى الفاسون تكنيكمون خلينا نحكي بربي حتى في الاوف تكنيكمون مقارنة بماتش الترجي ثماشي تحسن ثماشي ما فيش شيء عمل سيد احمد العجلاني معناتها خلينا نتكلموا شو ما عندوش حصة سحرية تصورش انه باش يزيد حاجه كبيره برشا لا سمحني وعنده عصا سحريه عكسيه عاد عماد بن يونس كان على الاقل موقف جمعيه 10 التيلي كونتر اتاك وربح الفار وربح قسنطين شنو الخساره احنا يتحملوها الناس الكل وقت الربح يتحملوها وثم في بعض الاوقات راهو حتى اللاعبين يساهموا في صناعه المدربين بصراحه ما تنجم تجي وقت اللي يكون عندك مدرب وما عندوش لي زاتو الكل وجا في دي سيركونستانس اللي النادي في اخيب فترات ممكن من أخيب فترات اللي عاشها النجم الرياضي الساحلي في تاريخه تشوف الوجه والمردود خاطر ثم لو مينيموم كي تشوف الفاسون تاع الاهداف مع سعد الباقي لو كان ساعات ما نلقاش والله ما نلقاش لك ليه يعني. تحكي حتى باش توصف في الزروق توحل خاطر حاجه معجزه خاطر انا واحد بالناس ونعرف كنت لاعب واليوم اوكي انا اليوم نحلل 18% نقول لك 18% زروق اليوم اخضر زروق في يوم من الايام كنت لاعب وتم نقدي ونعرف ساعات تتعدى ببريود خايبه لكن اللاعب زاد لازم يعرف يخرج من السيتواسيون هذيك ولازم هو يخرج من الباساج فما حراره روح فما رياكسيون انا كي نشوف بعض اللاعبين اللي مثلا ما نحبش نكون قاسي ولا نجبد الاسماء الفاسون تاع الهدف وكيفاش ثم كومين ثم لو مينيموم ثم شويه خبث ونعرف انه اللاعب هذاك عنده البوتونسييل لعبت معاه يعني وتمرنت معاه ونعرف الكاليتي موجوده حاجه الوحيده النجم نبرر ولا النجم نفسر انه نقول اللاعبين بصفه عامه اسكو ممسوسين خطر صحيح الامور الماليه راهي عندها دور كبير زروق تحب ولا تكره راه وقت اللاعب يكون يتعدى فتره يعني ازمه ماليه النادي يعرف وسي عثمان بالمناسبه نتمنى له الشفاء اللي ان شاء الله ربي يشفيه يعني جاء في فتره صعيبه ويقوم بدور كبير الناس بصفة عامة ضغط جماهيري كبير انتظارات كبيرة ما عادش تحب الناس انه تشوف النجمة في الحالة هذه الخطايا كبيرة يعني بصفة عامة الجو
العام في النجم الرياضي الساحلي جو ولا خلينا نقولوا احنا بيئه مريضه شويه اللي نتمناه انه ما نحبوش. خاطر وقت اللي تشوف النجم الرياضي الساحلي في الماجه هذيك وتشوف النادي الافريقي ولا الفرق الكبار اللي عندهم يعملوا الشارم في البطوله وقت اللي يكون المستوى نتاعهم يعني متدني راهو هذا يعكس ويعطي ايماج خايبه برشا على الكره التونسيه. ولا ديما نقولوا يا امين ويسعد الباقي راه فما مينيمو ثم مينيموم، رانا نحنا وصلنا للمينيموم وكل مرة عمال نطيح سواء منتخب سواء أندية سواء كل مرة نحنا كل عام نقول ثم مينيموم وزيش نطيح تحته العام اللي بعده نصرون كونت انه نحنا تحنا تحت تعش معناتها 18% ما نعملوا كين ميتافور راهو سامحوني سامحني سيد أحمد العجليني سامحوني الناس الكل راهو ريت برشلونة بتاع جوارديولا بتاع 2009 كي تلعب مثلا مع الميريا ولا ريال ساراغوس ولا خيتافي راهي الخيتافي انت عملت 18% مع برشلونة بتاع نيستا وتشافي بتاع تدوير الكره راهو 18% راهي رقم مهين في تاريخ في في اسم نجم رياضي ساحلي ما تقوليش لا عرضيه ولا بيترو اتلتيكو شنو هو هذا معني سابق عندكم تعلقوا نحكيوا على الترجي. والله شوف انا نقول الاتوال سلكتها بالنتيجه خاطر الماتش ما كانش محل اهتمام عالمي كبير باعتبار فريق ترشح وفريق خرج معنا ماتش ما فيش اونجو 2-0 مع بيترو اتلتيكو حتى كي تكون انت في اوجك وتخسر مع بيترو اتلتيكو غادي 2-0 راه النتيجه لازمك تقبلها. النتيجه ما مشاتش الى ثقل كبير والحمد لله والحمد لله فوالا الور بون النجم الرياضي الساحلي كيما النتيجه كيما صار مع ترجي راه كانت نجم تمشي النتيجه ثقيله مع ترجي الجمعه التالي في الاخر راه في التاريخ يقعد لك النتيجه قد خسر 2-0 مع بيترو عادي ملي ما صاروا التحذيرات على خاطر جمهور النجم الساحلي والمحلين كل قالوا انه ترجي كان ينجم فلت على روحه فرصه باش يربح 4 و5 و6 تيكي الحكايه هذه لا لير تجيك قبل بجمعه تعاود اونكور فوا بعد 5 ايام شنو شوف احنا في تونس بالنسبه لنا لازم كل ماتش نلعبوه نربحوه راهو هذا ما ينجمش يكون ما ينجمش يكون معنا احنا في تونس اون ريفوز كاتيجوريكمون الهزيمه. انا كما قلت لك تعديت بالستر بالنسبه للتوال في الوضع اللي فيه الاتوال توا راهو الفولو كومبروند وانا راني بالنسبه لي الخطا الاستراتيجي الكبير اللي عملوا الاتوال هو اجهاض المشروع اللي بداه محمد المكشر هذيك هي الفيراج الغالط لا بروف الانتدابات اللي عملتها انت وقتها واللي تقول لي بون سي فري جبتهم بلاش ولكن مش ياخذوا فلوس هذوك الدينير ماك نحيت منهم زوز ولا ثلاثه ما عادش تخلصوا انا نتصور انه ضيعت برشا وقت على برشا ملاعبيه شبان اللي هما قدروك امام معنا المشاكل اللي عندك هذوك بالقدر نتاعك هما اللي مش يمنعوك وبداوا يتنعشوا وبداوا معناها يشموا في 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 في, في ريحه النجاح بعد جي طف اقف بهم الكل يور برون دخلوا 5 منتدبين وبعد ما تمشيش الامور بعد عاود انا اعتقد انه اجهاض المشروع اللي بدا محمد مكشر اضر بالنجم برشا ناس يقول لك كان ما عملنا شك من نزول الشامبيونات طز في شامبيونات بالنسبه للنجم ماهيش معناها انت تربري الاتوال قدام انك تبني ايكيب كوم الفو وتدعمه كوم الفو بولاد النجم داكور باهي بتوفيق للنجم الرياضي الساحلي نقرا شويه تعليقات شنيبه سليم يسلم عليك سعود بيه قال كتابه فيكم المملكه السعوديه احترامي للشرميتي اللي كنتي وخاصه اسمع عم عبد الباقي مش عم عبد الباقي وسليم اليمين الشرميتي قال لنا توحشناك وتوحشنا ايامك ملي رجعت باهي الرقم الثاني يمين يخص الترجي الرياضي التونسي باش نحكيو على احصائيات يانساز منذ قدومه مع الترجي 4 بونتو 4 اسيست لاعب افيكاس بالقدي في نسبه اهداف الترجي الرياضي التونسي امبليكي في 8 بونتو تعليق خليني نقول لك اول حاجه ترجي ترشح باستحقاق ترجي منذ عودته للكومبيتيشن والرسميات قاعد شفناه مع الاطار الفني الجديد قام يعني قدم وجه مخالف تماما وفي تحسن هذه الحاجه الباهيه وانه مازال مردود ماهوش في التوب راهو خاطر في كورب تصاعدي ايه حكيناه الماتش هذا تشامبيونز ليغ كونتكست انت قلت نستنى التاكيد مع الهلال نستنى التاكيد مع الهلال اللي قدم مباراه محترمه مهم جدا انك تسيطر مهم جدا انك تفرض اسلوب اللعب نتاعك لكن كي نشوفوا احنا في جروسو مودو انك تفوز واحد بلاش عن طريق
السوليسيون الوحيده لقاها الترجي في مباراه الهلال هي بلاريتي. صحيح بلاريتي كانت محل انتقادات لبلاريتي بالعكس اي صحيح في فتره ما يعني غابت على الترجي كان لي بوين فورم تاعو نعرفوه الترجي سولون لاسبي ولا حتى الصفات نتاع المدافعين نتاعو اللي عندهم طولة القامة ما استغلش الشيء هذا قبل في مباراة الهلال كان أكد الامبورتونس نتاع ضربات يعني المخالفات انه تنجم بها هي تحقق الانتصار لكن اللي غاب ولا غايب توا على الترجي هي الافيكاسيتي بصفه عامه في ظل عدد الكبير والكم الهائل اللي يعني انك باش تصنع اللاعب راهو صعيب والاصعب منه انك باش تسجل الاهداف وقت اللي يجوك ليزوكازيون اليوم اوكي فزت مهم حققت المهم والاهم انك تترشح هذه حاجه باهيه لكن في المباراه الجايه راهو لي تريز امبورطون وقت اللي يجيك الكم الهائل من الاهداف لازم تصير اكثر افيكاسيتي قدام المرمى وهذه الحاجه ممكن ما زالت تغيب على الترجي في الفتره هذه لكن كلاعب انه يسجل اربع اهداف ويعمل اربع اسيست حاجه ستاتستيك باهيه للاعب لكن لازم نشوفوا زاد المباريات في المباراة الكبيرة حاسب باللاعب اللي يكون ديسيزيف زاد راه وتوا مع تالي المقابلات زاد مع الفريق باش نشوفوا الجيستيون باش نشوفوا حاجه اخرى اليوم تطوي صفحه نتاع الشامبيونز ليغ باش ترجع البطوله ونعرفوا احنا البطوله امبيونس اخرى باهي تعليقك سعود الباقي دونك الترجي يؤكد مردود النجم الرياضي الساحلي يؤكد المردود اللي قدمه ضد النجم الساحلي مع الهلال السوداني لي سوليسيون موجودين ثم فلويديتي في لعب الترجي الرياضي التونسي هذه بوادر جيده فرحانين جمهور الترجي بفريقهم حتى تو بعد جوز مقابلات مع كارتوزو ويبقى الفريق في حاجه تو لتاكيد التاكيد فهمت بيان سور على خاطر شوف تو دخلت للطور نتاع خروج المغلوب طور خروج المغلوب يتطلب انك تماركي مش تلعب تلعب برك تماركي لازمك تماركي الماكسيموم بوسيبل دو بيوت معناها الي روتور وحسابات وواحد وهذاك علاش كارتوزو كعطاك نظريه الطنبور والترومبيت والفيولون ولا شنو توا المباريات الجايه ماهيش نتاع اعطيني اداء اعطيني نتيجه واعطيني اهداف فهمت هذا لازم يتاكد في المباريات الجايه صحيح ثم انتعاش انا نقول مش تطور لانه الوجه هذا نتاع الترجي راه وريناه مع طارق ثابت ضد الوداد ومازمبي بعتالي ليكيب ايتي ايبويزي فيزيكمون ونعرفوا علاش طاحت في ماتش الهلال ونعرفوا علاش والرحله العاديه اللي مشات لتنزانيا باش لعبت الهلال وهذا كل قلناه توا الروبرو بعد شهرين نتاع الراحه الروبرو براتيكمون اون تروف تقريب نفس التشكيله اللي كان لعب فيها طارق ثابت ابار اولو اللي هو قدم عطاش نسالك على كونغولي سيفري ثم كان بوغر زاد في بلاصتو كانت الامور ماشيه معاه هل اولو كانت الحلقه المفقوده اكل بيفو سنتينيل يعرف شنو اللي يعمل يعرف يبلاصي يروح ويعرف يفك الكره ويخرج كره نظيفه بالنسبه للحل العاجل تو شلون الحل العاجل اش معنى انك تو وحشتك تو يلزم واحد يحل هذه المشكله اولو بخبرته بالمباريات اللي لعبها سواء في الرجاء في الاتحاد المنستيري بمستواه وي بالنسبه للحل على قدام الترجي عنده حلول اما كما تاخذ اوغبولو يزم وقت كما تقول وهابي يزم وقت كما فهمت اما هذا اللي تو انا حشتي تو ما عنديش وقت هذا اللي تريزيفيكاس هو خير من كوليبالي بعشر والافونتاج اللي عند ليسبيرونس الافونتاج اللي عند ليسبيرونس انه وقت اللي تخدم في امبيونس نتاع ربح راهو تصلح في امبيونس تاع ربح راهو تريز امبورتون خير انه يصير فوبا والتصليح يصير برشا مشاكل دونك الحاجه هذه لازم يستغلها الترجي ونأكد على كلام كلامك زروخ انه اللاعب اعطى روجي اولو اي يعني نحب نسالك هل هي الحلقه اللي كانت مفقوده حلقه كانت مفقوده واحنا كنا في يعني في فتره ما كانوا الناس الكل تلوج على بديل كوليبالي لكن بصفات مخير انا نشوفها انه اللاعب فريمون تري كالم في التيران يعرف كيفاش يخرج الكره كلي باسونت اللي لين هذه حاجه راهو ويعرف يقرا اللعبه يقص الكره احنا لاعبين الكره راهو وقت اللي تلقى بيفو قال الاخر اعطيني فانتا نعطيك كوكا وانا غالي تنيس اكل ناخذها وباس على اليمين وعلى اليسار نخرج بها صحيت احنا في الكره نعرفوا وقتاش ونخرج لو ميور خاطرني ما خسرت حتى كره لا انا جوري بزوان اليوم في الفوتبول مودرن حاسك باللاعب اللي يعطيك الباس اونتر اللي ليني والكره اوفونسيف اللي ياخذها
قدم قدام تكون باس قدام. يعني عندها افي ايجابي باش تبني الهجمه نتاعك. ما حسيش باللاعب اللي فريمون خاطر شفناه في فتره ما كوليبالي كان ياخذها ويعطي على يمينك اللي يرقد اللاعب وما يخليش الرونس. لكن الحاجه المهمه انه اللاعب عطى فريمون امباكت كبير على الـ 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 على على الفريق. انتم اللي زاد كنت تحبوهم نوعيه ذو معطيه نحبش يا خويا نعمل ابيل كونتر ابيل تلقى عرفتك اللي يغمض عوينه زروق والله والله. موسى ناري ما كانش مريحكم في 2006 موسى وغومبي كان غومبي كان لاعبين يعني اللاعبين هذوما عرفتك اللي يغزل لك حتى موسى ناري خاصه البيفو سنتينيل هو موسى هذ اللاعبين اللي تلقاهم توا نقصوا وماهمش موجودين الكاليتي تاع اللاعبين هذ. بعض الارقام الخاصه برابطه الابطال زوز فرق عربي فقط في ربع نهائي ترجي والاهلي خمسه انديه توجد بالتشامبيونز ليج موجوده في ربع نهائي سان داونز لاسيك ترجي الاهلي ومازيمبيلي اول مره زوز فرق من تنزانيا يوصل ربع نهائي يانغ افريكانز وسيمبا. القرعه باش تصير يوم 13 مارس الجيري والترجي ذكروا موجود في المستوى الثاني باش يواجه اما الاهلي او سان داونز او لاسيك. الذهاب 29 30 مارس اياب 5 6 افريل في شهر رمضان المعظم. ونحب ناخذ رايكم في نقطه جيبوني عليها 30 ثانيه لكل واحد فيكم. جماهير الاهلي والمحللين نتاع الاهلي يحبوا يواجهوا الترجي لسبب بسيط كونه الترجي باش يصوم والاهلي باش يصوم واللعبه باش تلعب في شقن فتر. بار كونتر كي تلعب ضد سان داونز ولا مازيمبي ولا لاسيك الاياب خاصه باش تلعب مع ماضي ساعتين كما يلعبوا الانديه هذوما معطى الحقيقه فيه وعليه والا معطاهم. نعرفوا احنا انه باش اللاعبين الاكثريه اللاعبين باش نهار المباراه مش تلقاهم صايمين بتتر هما مدينين برشا مصر عاد لعب لي وحتى تونس احنا شنو احنا الله اعلم. دونك انا نحب نقول انه خلينا يعني من هذا نسكروا القوس على اساس انه اليوم لا 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 ما لعبش ملعبيه صاموا يصوموا وصاموا نعرف انا معناتها حتى عمني والمعناتها صاروا برشا مشاكل في نحب نقول انه اليوم تدخل في جديات انك اللي باش تواجهه لازمك تاخذ بايك سي كل فوبا راك باش تخلص بالحاضر. والفريق اللي يحب يمشي لبعيد ويلعب على الادوار المتقدمه لازم كل ما يخافش يعني ما نقولوش ما يخافش ولا يعطي قيمه المعطى نتاع رمضان. تلعب ضد مازيمبي ماضي ساعتين تلعب ضد مازيمبي في مازيمبي مع ساعتين وانت صايم ولا سان داونز غادي بتتر هذيك حاجه افونتاج انك تلعب ممكن في الليل ولا تلعب في هذا هو الافونتاج ممكن على السخانه خاطر في مازيمبي زاد غادي في التيران هات خلينا ناخذ راي سي عبد الباقي في النقطه هذه. انا في بلاصه المدرب اللاعب الاجنبي الكل ترجي عنده تقريبا 8 جانب 7 جانب هما ياخذوا بريوريتي نحضر بهم ماتش باري معناها كي يبدا مع البرة في الماضي ساعتين كيما تحكي لي وشدوا لي ملاعبيه في الصيام بصراحه نمشي في بريوريتي نتاع ملاعبيه الاجانب الفتره. دونك معاه انه ترجي يلعب مع الاهلي فريقك المفضل في مصر. شوف لا ما نحبش الاهلي لسبب بسيط ماذا بيا الترجي ما يتيحش في الاهلي وفي مع سان داونز زوز باش يحافظ على حظوظ اقوى في ضمان مكانه في المونديال. خاطر ماذا بيا هذو ما يصفيوش بعضهم كيما ماذا بيا سان داونز والاهلي ما يتقابلوش في الديمي فينال بعد مع بعض فهمت باش الحظوظ نتاعك للمونديال تكون ديما اكثر. الفو ميو تطيح مع انديه كيما لاسيك وبعد اذا كانت عديت معناها المستوى راهو مش اساك ضعيف راهو كيقول لك هكا راهو اساك راهو سي تان غرو مرسوز هذا كيف عم نحكي لك ديما تخمم ديما لازمك تخزر توا وبعد عندك مونديال ماذا بيك الاهلي تقعد وسان داونز تقعد. ونذكروا انه الاياب باش يكون خارج القواعد بالنسبه للترجي الرياضي التونسي فصل وراجعين باش نحكيوا على البلاي اوف غدوه مباراه البقلاوه والترجي الجوله الافتتاحيه من البلاي اوف. بعد شوية نكمل في سبور بلس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. سبور بلس مع أيمن زروق على EFM. أهلا وسهلا مرحبا بكم تسويت الحديث على الملعب التونسي. تاكو تاك ملعب التونسي اخر مباراه يوم 30 ديسمبر بالضبط يجيو 3 شهور و5 ايام دون مباراه رسميه. ترجي في ساقي زوز مقابلات اللي هما مباراه النجم ومباراه الهلال السوداني. سؤالنا هل سيؤثر نسق المقابلات على الملعب التونسي غدا في مواجهه الترجي؟ نعم ام لا؟ 40 ثانيه امين وسي عبد الباقي شرميتين ودمعه 3 2 1 توب كرونو. صحيح كي نشوفوا احنا المباريات الوديه اللي قام بها الملعب التونسي في الفتره الاخرانيه بالكل في فتره تريف نتائج ايجابيه بصفه عامه ما عدا ممكن مباراه اللي ما سجلش فيها باقي كل المباريات سجل فيها. هذه حاجه باهي ظاهر للفريق
قاعد لقي الافيكاسيتي نتاعو، لكن الافونتاج اللي تفوق به الترجي في المباراة الجاية انه عنده زوز مباريات نعرفوا احنا الرسميات راهي حقيقة اخرى، عندها ايجابيات كبيرة. نتصوروا انه الملعب التونسي باش يلقى مشكلة ممكن في النسق ملول بالكل، لكن هذا ما يعنيش انه الملعب التونسي مرسو سهل، نعرفوا احنا شنو يتعب برشا وتمنى التوفيق للفريقين، وبالتالي باش ياثر ولا مش باش ياثر؟ باش ياثر. توافقوا الراي ولا لا؟ سعود الباقي 3-2-1 توب كرونو. ماشي ياثر ولكن ماهوش تاثير كبير برشا باعتبار الماتشات اللي لعبهم الستاد تونيزيان، معناها في اللي ماتش ميكون دي ماتش كوستو باهين، معناها يعطيو شويه ريتم. نتصور انه الستاد تونيزيان بوتيتر دوزيام ميتون يلقى روحه اكثر من ميتون الاول. زاد ما تنساش انه الترجي بون سي فري خذا نسق، مي غدوه الترجي مش تقع في تحويلات باعتبار تقليص عدد الاجانب اللي مش يكونوا في التشكيله لانه هذا مباراه محليه. هذا بيدو يجم ياثر ويبقى اون فان كونس لو بتي ديربي هذا نتاع تونس، راه كل شيء فيه وارد مهما كانت استعدادات الفريقين. ستة ثواني قادوا ما يسالش نبرع لك بهم باش تغاشوا عليك شغل ما يحبوش راه بتي ديربي، يقول لك ديربي هذا جمهور الملعب التونسي. خلينا نكونوا واقعيين، معناها راهي هي تسميه وبرا ما هيش خلفيه سيئه، ولد باردو ما هيش انا ولد باردو استاذ تونسيا بحذايا ونحترمهم ونحبها ونعزها اي دو بون فوا ما تقصد اي ما فيهاش فيهاش سؤونيه معناها. الديربي الكبير يا سيدي اكبر حتى من الديربي الاهلي والزمالك. تصويت الجمهور في موضوعنا 65% يقولوا نعم باش ياثر على الملعب التونسي، 35 يقولوا لا لن يؤثر. اليوم كان موعد مع افتتاح الستور نتاع الملعب التونسي، جمال الإمام مدير رياضي كان حاضر، كان تحدث على تحضيرات الملعب التونسي للبلاي اوف حظوظ الفريق. اسمه تصريحه في ميكرو زميلي وسام بن حسين. والله صحيح هو توا اليوم دخلنا في البلاي اوف معناها مرحله التتويج، دونك محضرين مباريات الكل كيف كيف، لكن اليوم هذه البدايه نتاع المباراه الاولى ان شاء الله نكونوا لو جورجين يكونوا حاضرين، اللاعبين الكل حاضره ان شاء الله انا نعمل مقابله كبيره، دونك باش نلعبوا على حضورنا كيما الناس الكل، دونك عندنا فريق اللي عاطين فيهم ثقه ياسر البلاد الكل، وان شاء الله نبرهنوها فوق الميدان ان شاء الله. هذا اذا جمال الامام المدير الرياضي للملعب التونسي. نحكي شويه على البقليو، عملت مجموعه من المباريات الوديه، صاروا شويه اصابات غدة نحكيوا عليهم شكون الاصابات اللي بين الشك واليقين وشكون الغيابات، لكن في الحالات الكل لعب مباريات وديه من مستوى مرموق، اهمها الي روتور ضد الاتحاد المنصري، ضد البنزرت، ضد نجم رياضي الساحلي في سوسه، فوالا محضر روحه بالكدا الملعب التونسي. علموا انه راهو نذكروا انه كمل متصدر مجموعته قدام النجم الساحلي ومع عنده 3 نقاط، وجه محترم اللي قدمه في بدايه الموسم بصراحه. يعني انا واحد شخصيا ديما حتى كنت لاعب من اخي بالمباريات، ولكن نقولوا احنا من اصعب المباريات انك باش تلعب ضد الملعب التونسي يا خويا صعيبه برشا تحضر لها تبدا على اعصابك، خاطر ديما فريق يلعب الكوره وامبريفيزي اي وقت اللي نهارت اللي يكون حاضر 100% ينجم يقلق اي فريق ويوقف اي فريق. الحاجه اللي نحب ناكد عليها انه الفريق قبل اهداف في المباراه الوديه هذه معطى، على عكس الترجي ممكن في الـ في الـ في الزوز مباريات الاخرانيه ما قبلش اهداف، يقعد غدوه يعني بعد غدوه باش نشوفوا الهجوم الملعب التونسي ضد دفاع ترجي شنو الوجه باش يظهر به، في ظل انه الفريق يعني في الوديات الظهر اللي في كاسيتي تاعو وعنده الامكانيات انه كما تعرف ينجم يوقف اي فريق، ونتمناو اللي في هذا الكل نتمناو نشوفوا كوره باهيه، خاطر اليوم بصراحه في ظل رداءه ليماج نتاع الكوره التونسيه نحب وترجع الامبيونس ونشوفوا كوره باهيه اللي وحكم باهي وفار باهي هذا المنتظر. التشكيله المحتمله للملعب التونسي، سامي هلال، ليفي على اليسار، الحناشي على اليمين، بن عبده وتراو لو انهم زوز راجعين من اصابه كانوا اتصابوا، لامين داو، امات دياو، يوسف أمار
مزارو مع إمكانية وجود غازي العيادي لكنه زاد هو بيد وراجع من إصابة، الخضراوي وجويني وبلاصة ما بينت المجري وإلا ديالو، المجري كيف كيف كان أصيب ورجع وسط هذا الأسبوع، برشا ملاعبية اللي تصابوا وراجعين كمتاع انسيرتيتود في الـ في الـ في, الـ في المشاركة متاعهم. تعليقك سي عبد الباقي مع العلم أنه زاد ثم منتظر زوز تغييرات في تشكيلة الترجي، سامحني الملامح أنه بن حمودة باش يبدأ أساسي وبن علي باش يبدأ أساسي، هذم أهم الملامح، فمش مزيد فمش تشكيلة واضحة بالنسبة للترجي. قلت لك راجعين من إصابة أكيد ما يرجعوا إنما يكونوا في أحسن حالاتهم، ولكن كي تغزر حتى إذا كان اللي كانوا في إصابة ومش يرتاحوا وتغزر تلقى تشكيلة معناها تززي متاع الإطوار، تشكيلة باهية معناها الملعب التونسي تشكيلة باهية سور البلان انديفيديوال معناها مستويات جيدة جدا وكونوا مجموعة طيبة وتجب تحقق نتائج تحب عليها مع كل صراحة. سورتو تريو داتاك خضراوي وجويني خضراوي وجويني في الاتاك الوسط سسمو زوزنداو وأمرو فوالا، ثم واحد في الوسط عنده استاد حاجة تعمل كيف يظل نداو نتصور انه قادر استاد تونيزيا غدو الحي مش يكون ماش تري ديسبيوتي بيناتهم ترجي وستاد ما هوش يكون ماش سهل لهذا لهذا. الحاجة الوحيدة ممكن نساعد الباقي انه الاسبيرانس تميز انه عندها افكتيف ريش اللي خليها انه تعرف كيفاش تجاري والكلهم يعني حتى اللي كاليتي باهية اللاعبين انه ينصابوا يرجعوا تنجم ممكن تأثر شوية على المردود بتاع الفريق سورتو في البداية خطرة ممكن تعرف في اللونتام تم خوف بتاتر متاع انه تصير ضرب اخرى وإلا نتمنى انه نشوفه سيكولوجيك ما هو نتمنى انه اللاعبين الكل يكونوا حاضرين باش على الاقل نشوفه خطر الملعب التونسي كما قلت انت على المستوى الهجومي لقين الاوتوماتيزم اللاعبين مع بعضهم برشا مستنسين بعضهم ونشوفوا ان شاء الله نتمنى نشوفوا مباراه متميزه ان شاء الله. غدوه الماتش مع الخمسه نتاع العشاء في ملعب رادس ترجي يستضيف الملعب التونسي، زوز مباريات الاخرين مع بعض غدوه دفعه ثانيه كيف كيف مع الخمسه نتاع العشاء، نادي صفاقسي نادي الافريقي والاتحاد المنصري يستضيف النجم الرياضي الساحلي. يعطيك صحه من الشرميل شكرا سيد عبد الباقي عم عبد الباقي غدوة ملتقانا في حلقة جديدة وفي نفس التوقيت، صباح الخير. سبورت بلوس على EFM أحلى راديو.